تحية عالية للحضور الكريم، تحية لجميع المشاهدين، تحية لجميع أحرار وحرائر هذا الوطن الحبيب. المجد والخلود للأحرار والحرائر، للأبطال، للشجعان، للرجال والنساء الأحرار والحرائر، الخزي والعار لكل المتخاذلين، لكل البيعة، لكل السميت بهذه العبارة الصحيحة. باسم جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع زي والضواحي، نحضر اليوم للتضامن ومؤازرة السيد صالح العبادي، ضحية الطرد التعسفي نتاع العقلية القرستوية، العقلية القديمة، العقلية البائدة اللي مازال متعشعشة في هذا المجتمع، في هذا المسؤولين اللي ما كيحسوش بروسهم وما كيعرفوش فين راهم وشنو باغيين وما عارفينش الوضع فين غادي في المغرب. والسيد من ذوي الاحتياجات الخاصة، السيد من فقراء هذا الوطن، يزيدونه هشاشة، يزيدونه فقرا، يزيدونه قهرا. السيد اللي مريض، اللي رب أسرة تتكون من زوجة وثلاثة الأطفال ويعاني من أزمة نفسية وعقلية ومرضية، يصفته للزنقة بعد 15 سنة من العمل بدون المبرر القانوني. حنا كنعرفوا في القانون المغربي، قانون شغل المغرب، ملي كيتم التفويت تاع شركة لشركة واحدة أخرى، كتفويت كيكون حتى العمال وأي حاجة كتكون داخلة في ذلك. ولكن ما عرفتش هذا السيد كيفاش كان خدام، الشركة الجديدة قلت له ما خدامش ما عنديش. واش السيد حياته يمشي للزنقة، يمشي يتشر، يمشي يسعى، يمشي اش غايدير؟ يسرق ما يقدرش يسرق، يخدم ما يقدرش يخدم. غير هذه بركة تاع الله، غير هذه النظرة الإنسانية اللي قال لك حكومة اجتماعية. فلا الاجتماعي فلا الإنساني، حنا حكومة تاع التسلط اللي كيمثلها لأي واحد كيمثل الحكومة راه متسلط، جبار متعجرف، يقهر الضعفاء ويتعسف عليهم ويظلمهم بدون مبرر. بدون هنا نعلن التضامن ديالنا ونهمس في أذن هذا المسؤول اللي قدم على هذا العمل الشنيع، هذا العمل اللي لا يمكن، لا نملك الا نقول عنه انه عمل لا انساني، عمل اجرامي في حق هذا الانسان الضعيف. ونطالب الجهات المسؤوله كل في حدود اختصاصه للتدخل باش ينقذوا هذا الانسان، باش قد ما يكونش ضحيه من ضحايا الاخرين. لهذا نناشد ونحث في المناشده ونعلن كذلك على اننا معه ورأيه الى ان يحقق جميع مكاسبه ومطالب المشروعه والعادله. وتحيه للجميع وشكرا لكم. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ولك اخي اخوتي والحباب ومؤسسات وجميع الاخلاق معايا. لما كبرك الله يما الحمد لله. اما جماعة فهمت والو على المؤسسه، ما جماعة فهمت والو، وما جانا جيت حتى نقارن، حتى سمعت المدير ديالنا اللي عندك يا باشا ما جاي عندك، ما عطاكش ما سمع سميتك، ما جا ما سمعت والو، وانا ما عاطينيش ديكون كونترا وبي يخلص كل واحد، ما جا ما فهمت والو. الان انا ما جا ما فهمت باش ما بغاو لي ما بغاو يهضروا معايا، مشي مشى 11 حتى لهاد النهايه. جا عندي مدير قال لي ياك قال لي ياك وقت شي اللي قال. جا عندي جوا 9 10 ديال الليل قال لي ياك وقت. جاو شي بغيت نهضر معاهم قال لك ما تعرفش تهضر انت اسمح لنا هو من اليوم. قال لي هذا العاقة مستحيل باش تخدم في المدرسة. الله أعلم. نعم كان تعب أرجع الخدمة ديالي بدون بلا حتى حاجة صاحبي، غير رجع الخدمة. عندي جوج ولاد وبنية وأمهم وأنا غابة ما 2007 وانا حتى هذا هو 13 ديال العام. بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حنا كنبداو مع واحد السيد طردوه من الخدمه وبنا مخدم 13 سنه مع 2007 حتى لدابا، ومن جات الشراكه الاخرى نقول له انت موقف، ولكن اللي كاين اللي خدام في الاداره ضوه في بلاصه ديال اللي في النهار، واللي خدام في بلاصه ديال في النهار ضوه بلاصه ديال هذا السيد. وهذا السيد تما طردوه بغير سبب بغير شي حاجه، هو ما عارفش كاع باش طردوه، ما عارفش باش طردوه كاع هذا السيد. وحنا هذا
الشيء اللي داروا زعما ما فيش الانسانيه كاع، ما فيش الانسانيه. جبنا مخدام 15 سنه وجا خرجوه ضحيه نتا ما داكش اللائحه، وهاد السنين الاخرين اللي كيتخلص واش كيتصدق عليه الخلاص؟ 15 سنه راه في اللائحه، واليوم اللي جات الشركه الاخرى يقول لك انت ما داكش اللائحه، وانا ما فهمنا والو. هذا الشيء هاد الناس اللي داروا هاد الشيء ما عندهمش الضمير ديال الانسانيه. وحنا نطلبوا هاد السيد كان نضامنوا معاه، نطلبوا هاد السيد يرجعوا بلاصتو، يرجعوا بلاصتو، يرجعوا شي بلاصه قريب ديالو، يرجعوا بلاصتو ولا بلاصه بعدا قدامها كاين شي واحد. وجاب الثانيين كاين واحد المدرسه فيه غير واحد، وجاب داروا فيه واحد جا جديد، وهذا راه فهمت لها بهم في المدرسه خرجوه مشى. علاش ما نخرجوش واخا خرجوا من المدرسه الاخر يديه بلاصه فين زادت واحد جابوه جديد. يا الله السلام عليكم، التحية النظامية الناس كل شيء اللي واقفوا معاه، والحمد لله والسلام عليكم.